اكو سيناريو بعد راح نطيل قناتك على مود حتى ان استلم السيد محمود المشهداني اعتقد لا يطال يعني ما يكمل لمده 4 أشهر 3 أشهر اعتقد حسب المعلومه اللي عندي وهذه ما يعني ابيها بس لقناتكم الكريمه انه يعلن مشروع حل البرلمان العراقي والتوجه الى انتخابات مبكره. نعم وين انتخابات هاي شنو تضحكون على الناس؟ لا لا مو نضحك لا لا ما احترامي لك بس اني اتحدث هسه معلومه هذه انت ما تكلمتي انت معلومه انت معلومه موجوده منذ فتره والكل انت معلومه تريدين تاخذينها على عيني ما تريدين تاخذينها بس اني اريد اتحدث بلسان مواطن بسيط قاعد اليوم ابو شمبر قاعد يبيع شاي قاعد عامل قاعد فلاح 11 شهر صار لنا احنا بلا 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 احترامي لهم يقول لك شهر العاشر الانتخابات من انت تجي تجيب لي رئيس برلمان وتحلي البرلمان على مش شهرين وشنو الفائده شنو الفائده الفائده شهرين يبقى له 6 أشهر وبعد شهرين الفائده انا شكرا بلسان مواطن تفضل سيد لا بس اريد اعرف الفائده بس الفائده لا لا مو انا اريد اعرف الفائده ما ادري اعطيك المعلومه وتعترضين عليها يا سيد زيفا استفادي من هاي المعلومه والله المعلومه على عيني وراسي محمود المشهداني غير طويل غير طويل غير طويل في قضيه البرلمان ما يكمل نعم اخذيها مني ما يكمل تفضل الانتخابات سنه الانتخابات يعني سنه تقريبا لا هي سنه شهر 10 2025 اي سنه صح ولا لا واحنا اذا يبقى السيد المشهداني 6 أشهر يستقيل وتجيني الانتخابات بعد 3 أشهر شنو الاستفاده كمواطن بس اريد افهم شنو الاستفاده هو المشروع يعني المشروع خلينا نقول اليوم حسموه الاطار بانه لابد ان يكون رئيس برلمان هسه هذا مثل ما تفضل اخويا انه اكو اعتراضات على استاذ محسن المندلاوي رغم انه هو كمل اشرع قوانين مهمه حقيقه بعض يقول لك باي المعلومه يريدون الدوله تتعطل لا لا ما له علاقه بالدوله هذا الموضوع ما له علاقه بالدوله هذا علاقه بمكون كلام الاخ العزيز استاذ عبد الرحمن اثبت ما كنا نتخوف منه منذ اشهر وتكلمنا به هناك اتفاق مخفي بين كتلة من كتل الإطار التنسيقي نعم. والدكتور محمود المشهداني على أن يكون رئيسا لمجلس النواب ويطالب بحل البرلمان وهذا اللي احنا نتخوف منه يعني أنا أطلع من أزمة وأدخل بأزمة أخرى ليش حل يعني البرلمان أزمة انتخابات مبكرة أزمة ليش أزمة ليش أزمة سيد الكبيسي تجديد العملية السياسية ومعلومته صحيحة هذا ما كنا نتخوف منه معلومته صحيحة نتكلم به منذ فترة الوحيد هي صحيحة اللي الوحيد الذي تكلم بما كنا نخشاه هو الأخ عبد الرحمن صح. صار أشهر هو صريح يعني ليش صار لا 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 يعني أخونا وعزيز علينا وصراحته هذا اللي كنا نخاف منه انه